السلام عليكم يا عمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين عمرو؟ أنا هنا يا عبد الله، تفضل يا أبي. ما بك يا عمرو؟ إنه لأمر محزن أن نترك مكة وديارنا. إنه أمر الله ورسوله، فقد كتبت علينا الهجرة إلى يثرب، فلا تحزن يا عمرو. بارك الله فيك يا بني، والآن قد حان رحيلنا. إلى اللقاء يا عمه. سأفتقدك كثيرا يا عبد الله. إنها بضعة أيام وسوف ألحق بك مع أسرتي. سوف نخرج إلى يثرب يوم الخميس القادم، وسألقاك هناك على خير إن شاء الله. هيا يا عمرو قبل أن يرانا أحد. إلى أين يا رجل؟ أجب، إلى أين ترحل؟ لا داعي لأن يجيب، فالأمر واضح، إنه مهاجر إلى محمد وأصحابه. وهل تركتم لنا حلا آخر؟ أنتم السبب. وهل تعتقد أننا سنترككما تهاجران بأموالكما هذه؟ لا، لا واللات والعزة، لن يكون هذا أبدا إن أردتما الهجرة. فلتكن على أقدامكم وبدون درهم واحد. إنها أموالنا. كان هذا في الماضي، أما الآن فقد أصبحت أموالنا. لله الأمر من قبل ومن بعد، فلم يعد يهمنا متاع الدنيا، فإنما هجرتنا إلى الله ورسوله، وليتقبلها الله منا. بكم هذا الإله؟ بثلاثين دينارا. ثلاثين دينارا؟ سأشتريه منك بعشرة دنانير. ماذا تقول يا رجل؟ إنه هبل أعظم الآلهة، أيباع بعشرة دنانير؟ إني أعرفك يا رجل، أنت من استوليت على دار أبي عمرو بعد هجراته إلى يثرب، فلقد رأيتك تنقل متاعك إلى داره. كانت داره والآن أصبحت داري أنا. فلتبارك لك الآلهة في دار أبي عمرو، أقصد دارك الجديدة. الحمد لله، الحمد لله، ها هي يثرب. اللهم إنا فررنا بديننا إليك، فاجعلنا من عبادك الصالحين. هيا يا زيد، نصلي العصر في مسجد رسول الله. تفضلي، سأغلق الباب وألحق بك يا مسعود. سأنتظرك. السلام عليك يا عمرو، أنا سعيد بوجودك في المدينة يا عمرو. بالطبع يا عم زيد، فكيف لا أسعد وأنا بينكم بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو، عبد الله، لقد اشتقت إليك كثيرا. وأنت أيضا، الحمد لله أني رأيتك بخير. عمي زيد، هذا عبد الله الذي طالما أزعجتك بالحديث عنه. مرحبا بك يا عبد الله. هذا عمي زيد، يعمل بتجارة التمر، وهو بالنسبة لي بمثابة العم، وهذا العم مسعود. مرحبا يا عم زيد، مرحبا يا عم مسعود. متى أتيت إلى يثرب؟ صباح الأمس، ولقد نزلنا بدار أبي خالد الأنصري، لعلك تعرفه يا عماه. نعم أعرفه، نعم الرجل هو، ولا يختلف شيئا عن ابن السعدي الذي آخى الرسول بينه وبين أبيك يا عمرو. بلى، فلقد تقاسم مع أبي المال والدار. والآن هيا بنا ندرك صلاة العصر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله. عبد الله، عمرو، أستأذنكما في الذهاب سريعا إلى السوق. تفضل يا عم زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد أكرمنا الله بنجاتنا من أيدي المشركين حتى وصلنا هنا إلى يثرب. لقد سلبونا أموالنا ومتاعنا. بمناسبة الحديث عن أموالنا، هل سمعت شيئا عن قافلة قريش العائدة بأموالنا من الشام؟ ألم يبلغك الخبر؟ لقد سمع رسول الله بأمر قدومها، وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب، يحرسها 40 رجلا،
فبعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد لاكتشاف خبرها. وهل عاد؟ نعم، ولقد سمعت رسول الله يقول: هذه عير قريش فيها أموالنا فلنخرج إليها لعل الله يرد أموالنا إلينا. ولم يرغم أحدا على الخروج معه، ولكني ذاهب إن شاء الله. وأنا معك، والآن فلنذهب نستأذن أبوينا حتى نعد عدتنا للخروج. توقفوا يا رجال، لماذا يا أبا سفيان؟ ألا تريد أن تبكر في العودة إلى مكة؟ بلى، ولكنني أشعر بالقلق من الطريق. أمتى صباحا يا أخ العرب؟ من أنت؟ أنا مجدي بن عمرو يا أخي، جئت لتحذيركم، فلقد وجدت فارسين عند البئر يراقبان قافلتكما، وقد لبث قليلا ثم انطلق. خذنا إلى هناك، هيا. ماذا تفعل يا أبا سفيان؟ إني أجد في فضلات عيرهم نوة التمر، وهذا ما يعلف به أهل يثرب عيرهم، وهذا يعني أن محمدا وأصحابه يتربصون بنا كما ظننت. هيا يا ضمضم، شد رحالك فورا إلى مكة، فلا بد أن تعلم قريش بهذا الأمر. سأنطلق فورا إليهم وآتيك بالنجدة. أسرع يا رجل، فإما أن ينجدونا وإما أن أجد سبيلا آخر.